بشكل خارجي من الأزمة اللبنانية اليوم بجريدة الحياة كلام عن أن الدول المعنية بالملف اللبناني بطليعتها فرنسا قد تطلب من الرئيس سليمان أن يبقى بمنصبه لمدة سنة أو سنتين إذا تم الاتفاق معه ومع الدول الإقليمية المؤثرة ومنها إيران والسعودية والمصادر الأمريكية للحياة بواشنطن تقول أن إدارة الرئيس أوباما ما بتعارض التمديد للرئيس اللبناني كأحد الخيارات لتفادي الفراغ يعني ما بيكون تمديد بقدر ما هو تعبئه فراغ، وارد هذا الاحتمال؟ هلا يعني بالنسبه لنا في عندنا استحقاق ب 25 الشهر من هلا ل 25 الشهر هذا ما بعتقد وارد وما في وقت يعني لصياغه هكذا قرار وحتى لو في اراده يعني دوليه ما نؤكد انه هذا الشيء سيحظى بتأييد بمجلس النواب اللي يقدر يكون يأمن, هذا الأمر. يأمن هذا الامر البعض يقول هنا انه العماد عون اذا راى انه هالتمديد اذا بدنا نقول مدته سنه قد يمشي به ريثما يحسن علاقاته اكثر مع تيار المستقبل انه بتكون فرصه امامه ما بعرف ماني مؤكد من هالشيء أه كمان فرنسا بحسب جريدة الديار وما كتبه ميشيل نصر أرسلت للمرة الثالثة دبلوماسي رفيع إلى طهران من أجل الاستئناس كما جاء في المقال وهي تعمل في الكواليس على وضع لائحة من أربعة أسماء لا تثير استفزازات لدى أي فريق كشفة أن مرشح هذه القوة لما بعد جلسة الخميس سيكون وزير بطرس حرب مرشح قوة 14 أدار في حكي من هذا النوع؟ لا واضح انه بعد 25 سيكون وضع جديد وواضح انه الاهتمام الاقليمي والدولي قبل 25 كان محدود تارك المجال للمسيحيين واللبنانيين لايجاد مخرج اكيد بعد 25 هذا الاهتمام الدولي سيزيد حنشوف اهتمام اكثر و يعني هالطبقات برئاسه ب... الجمهوريه اللي هن الاتفاق المسيحي اللي ما زبط الاتفاق الداخلي اللبناني ب 48 اللي ما زبط هلا انتقل للمرحله الثالثه اللي هي المرحله الاقليميه الدوليه اللي حنشوفها بعد 25, 25 الشهر روزانا بمنصف منصف بهالسياق بتقول مفارقه المحور من العراق وسوريا ولبنان هو شموله وفق تصريحات الجنرالات الايرانيين من ضمن الامتداد الايراني الى الجنوب اللبناني او شواطئ المتوسط بحيث يعتقد مراقبون انه قد يكون من الاهميه بالنسبه لطهران حصول هذه الاستحقاقات على نحو الافضل بما يتلائم والامر الواقع يلي بتعتبره ايران آه وبتعتبر نفسها بضوئه حققت مكاسب مهمة قبل التوصل للاتفاق النهائي حول الملف النووي، يعني مربوط الوضع اللبناني بانتخابات العراق وسوريا ايضا؟ ماني مأكد انه مربوط بشكل يعني عضوي، لا. مم. بس انا بعتقد انه لبنان في ضمن هذا النفوذ الايراني واللي قال عنه يعني محمد جواد ظريف بشكل واضح وصريح وفاضح بالفورن افيرز يعني. انه واضح انه اهتمام ايران هو في هذه المصالح الاقليميه، حتى ما في ذكر لاسرائيل حتى بعشر صفحات من المقال. آه واضح انه لبنان له خصوصيه معينه، آه العراق آه المالكي ربح الانتخابات بس العراق في شبه حرب اهليه، سوريا في وضع آه استنزاف طويل الامد آه ما في حل قريب. لبنان يعني بالنسبه للقوى الاقليميه وايران هو ممكن يكون في له حل امني اللي يضل على جنب. بغض النظر عن من مزبوط. يكون الرئيس المقبل. صحيح، الرئيس حيكون نتيجه هذا الشيء. الرئيس مش هو اللي حيجيب الامن للبلد. نعم، يعني و... مش جاي ليحل ازمه انما لاداره الازمه. صحيح. صحيح. آه يعني مهمه الرئيس المقبل اداره الازمه. صحيح مهمة الرئيس المقبل في من المنطق الإقليمي والأوروبي والإيراني هو إدارة صراع سني شيعي في لبنان إلى أن تنجلي الأمور في سوريا ومن المنطق اللبناني بعد كل هذه السنوات بكل أسف أنه نحن نعطينا فرصة ل 25 شهر نعم والمنطق تبعنا ما قدر ينتج رئيس متشائم يعني شيء حاجة. مؤسف انه كان نعطى فرصه للبناني وللمسيحيين بالاخص انه يطلعوا بحل ما قدروا اللبنانيين عامه 8 و14 ما لقوا حل هلا بدو ينحكى عنا بالصالونات يعني خارجيه مثل المريض اللي بالغرفه والحكمه برا عم يحكوا عليه يعني مؤسف بس. بهالتشبيه الطب يمكن وصلنا لختام حديثنا معك طبيب دكتور بسم الشاب أهلا وسهلا فيك معنا بكلامك. شكرا. شكرا شكرا جزيلا شكرا, شكرا, شكرا أيضا للمشاهدين برضه. على المتابعة وإلى اللقاء.